عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا درس الكروشي اللي تلاحظوا هنا يقدمكم. هو درس اصلاح الكمام الجلابه او القفطان، وممكن نخدموا حتى نطلعوا به جلابه نتاع القفطان. المهم ممكن نعسو هكا عدتو كما تلاحظوا، ونتبتوه بالبرا والخيط. يعني عادي، يعني سهل. من بعد ما نخدمو غادي نخدمو هكا، غادي يطلع كامل على هذا الشكل هذا. من بعد نعسوها على الثوب ونتبتوها بالبرا والخيط. يعني خاصكم تردوا البال لوجه الزواقة، يعني الوجه والظهر. هذا راه الظهر وهذا القدام ديال الزواقة، هذا هو الوجه. كما العادة أنا تنخدم كروشي رقم 12، أحرير مدبر على 4 شعرات. وباش نربح الوقت أنا هنايا حبكت هاد الطرف، هذا الطرف ديالتو حبكتو كامل، حبكتو المهم المقدار اللي غادي نخدم. وبالنسبة للأخوات الجداد ممكن يشوفوا فيديو خاص بالحبيك. اول حاجه غادي نثبت الحرير على هذا الحبيك هذا اللي درت. خدم غرزه حشو، نحضر مزيان. غادي نزيد 3 ديال غرز حشو. عفوا غادي ندير 4 بداية. من بعد غادي نرتفع بثلاثة بخمسة سلسلات، 1 2 3 4 5، وغادي ندور الخدمة. غادي نلوي المرة الأولى على الكروشي، والمرة الثانية، والمرة الثالثة. من بعد غادي نجي الغرزة الأولى، غرزة حشو الأولى، غادي ندخل الكروشي ونلوي الخيط، نلوي الحرير ونجبد المرة الأولى، ونعاود نلوي المرة الثانية نجبد، مرة الثالثة نفس الشيء، مرة الرابعة غادي نجبد الكروشي في مرة. لاحظتوا غادي ندور الخدمة. كيف ما لاحظتوا غادي نرتفع بثلاثة سلسلات، 1 2 3. من بعد غادي نخدم 11 عمود. تنتمنى التصوير يكون واضح. حداش العمود يعني بهذا الارتفاع اللي درت 3 سلسلات، ثم 12. سبعة، عشرة، 11، 12. تنصروا على الشكل هذا. نحضر مزيان. غادي نخلي الغرزة الحبيك الاولى غادي ما غاديش نخدمها، غادي نجي الثانية. اما غادي ندير غرزة حشو او منزلقة. لاحظتوا من بعد غادي نخدم سلسلة فيها 3 الغرز، يعني سلسلة 1 2 3. غادي نخلي لحد مزيان، غادي نخلي هادي ما غاديش نخدمها، الثانيه الثالثه ندير غرزه حشو ولا منزلقه اللي يعجبكم. حطوهم بعد من بعد لحد مزيان،
من بعد غادي ندور الخدمه، غادي ندير سلسله واحده مزيان. غادي نخلي واحد جوج ثلاثة ندخل فيها، غادي نخدم عمود، ندير ثاني سلسله، غادي نخلي واحد ونخدم عمود، من بعد سلسله غادي نخدم العمود الموالي. دابا ما غاديش نبقى نفوت عمود، غادي كل عمود غادي نخدم عليه عمود، ولكن بين عمود وعمود ندير سلسله. انا خدمت سلسله، غادي نخدم العمود الاخر، ندير سلسله كذلك، ما بين كل عمود وعمود نديرو سلسله، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، خاص يكون عندنا 10، يعني بقى لنا العمود الأخير. نديرو سلسلة ونخدمو فوق السلسلة الأخيرة، غادي تجينا فوق هاد الارتفاع اللي درنا ديال ثلاثة الغرز. خاص يكون عندنا 10 الأعمدة، طبعا بهذا التحتاني هذا حتى غادي نحسبو. من بعد غادي ندور الخدمة، نرتفع بثلاثة سلسلات، لاحظوا مزيان المكان في العمود الأول، لاحظوا مزيان العمود الأول غادي نخدم فيه ربعة الأعمدة اللي هو هذا، لاحظوا مزيان اللي هو هذا، في نفس الثقبة غادي نخرج أربعة الأعمدة، واحد جوج ثلاثة أربعة، بالارتفاع هو خمسة. لاحظوا مزيان غادي نخليو هاد العمود، لاحظوا مزيان غادي نخليو العمود الموالي ونجيو العمود اللي وراه، نديرو غرزة حشو، من بعد غادي نرتفع بثلاثة سلسلات كما العادة، نفس العملية اللي درت، غادي نخدم ربعة الأعمدة في نفس المكان. أربعة، غادي نخليو العمود الموالي ونجيو العمود الآخر، نديرو غرزة حشو كما العادة، غادي نرتفع بثلاثة سلسلات، لاحظتو، وغادي نخدم، تنتمنى الصورة يكون واضح، غادي نخدم كذلك أربعة الأعمدة في نفس المكان فاش خدمت ثلاثة سلسلات، واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني عندنا ثلاثة، غادي نخدمو ثلاثة من هادو، واحد جوج ثلاثة، غادي نخليو كذلك العمود اللي وراها، غادي نثبتوها في العمود هذا اللي من بعد،
درتو. من بعد في هذا الفراغ هذا في هذه السلسله غادي نخدموا غرزه حشو فوق هذا العمود، غنخدموا غرزه حشو، يعني هذا الشيء اللي بقى لنا كامل غادي نخدموا غرز حشو. فوق العمود نديرو غرزه حشو، وفوق السلسله اللي خلينا نديرو غرزه حشو حتى نهبطو حتى العمود الاخير. نحطو واحدة خدمناها، لاحظوا دابا غادي نثبتو تاني العمل، غادي نهبطو في هاد الغرزة، غادي نشدو في هاد الغرزة الأولى، هاهي لاحظتو مزيان. من بعد غادي نخدمو واحد جوج ثلاثة، ثلاثة ديال الغرز حشو بلا هاد الشوش، بلا هاد الوحدة اللي خدمنا هنايا. من بعد غادي نخدم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ولا ستة سلسلات. لاحظوا مزيان، خدمت أنا ستة ديال خمسة سلسلات. غادي نجي لهاد العمود الأول نخليه، العمود الثاني، العمود الثالث. لاحظوا هاد الغرزه اللي فوق منه غرزه حشو، فيه غادي نثبتو، غندير سته سلسلات. لاحظوا مزيان، العمود الاول الثاني الثالث، هاد الغرزه اللي فوق منه فيه غادي نديرو غرزه حشو. من بعد غادي نرتفع بثلاثه سلسلات، ندور العمل عاد ندير ثلاثة سلسلات اللي غادي يلعبوا لي دور الارتفاع. دابا غادي نخدم 11 العمود بهاد الاسي، بهاد الارتفاع اللي درناه هو 12. واحد جوج ثلاثة أربعة عندي 12، دابا 12 عمود. نفس العمليه اللي درت هنايا، لاحظوا مزيان، غادي نخلي واحد جوج ثلاثه ندخل فيها، من بعد غادي نخدم سلسله فيها ثلاثه، واحد جوج ثلاثه. لاحظوا مزيان، غادي نخلي واحد جوج ونثبت ثاني عمل. غادي ندور الخدمه، لاحظوا مزيان، غادي نخدم سلسله، وغادي نخلي، لاحظوا مزيان، غادي نخلي العمود الاول الثاني الثالث ندخل فيه، يعني المره الاولى تنخليو جوج فراغات، ثالث نخدم فيه عمود. غادي نخدم سلسله، من بعد تنخلي عمود واحد، يعني تنجي العمود الموالي. لاحظوا مزيان، تنخلي تقبل الاولى تنخليها، تنجي العمود الموالي، هنا خليت جوج، هنا خليت وحده. من بعد ندير سلسله، هنا تنخدم هاد الاعمده كلهم تنخدمهم، ولكن بين عمود وعمود تندير سلسله. لاحظوا مزيان، سلسلة ونخدم العمود الآخر، غادي يكون عندي عشرة الأعمدة.
العمود الاخر سيجي فوق الارتفاع اللي درناه، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، خاص يكونوا عشرة. إذا كانوا عشرة يعني العملية، يعني هاد 12 شهد اللي درنا هنا راهم هادوك، يعني العملية صحيحة. حتى من بعد تندور الخدمة، الزواقة سهلة، واحد مزيان تنرتفع بثلاثة سلسلات، والمكان فين درت ثلاثة سلسلات غادي نخدم أربعة الأعمدة. الارتفاع اللي درنا يعني خمسة الأعمدة، واحد جوج ثلاثة، أربعة. تخليو العمود الموالي ونخدمو في العمود الآخر الثاني، نديرو خلطة حشو. من بعد نرتفع بثلاثة سلسلات، من ورا ثلاثة سلسلات في المكان، يعني في المكان فين خدمت فين طلعت ثلاثة سلسلات غادي نخدم فين درت غرزة حشو، غنخدم أربعة الأعمدة. نخليو العمود الموالي ونجيو العمود الآخر، نخدم غرزة حشو ثلاثة سلسلات، يعني نفس العملية. من بعد ثلاثة أربعة الأعمدة عفوا، يعني نفس الخدمة تنبقاو نكرروها. نحطو مزيان، تنخلي نحطو هنا، تنخلي هاد العمود هذا ونمشي العمود الموالي ندير غرزة حشو. صافي هنايا تنكمل غرز حشو، يعني فوق كل سلسلة تنخدم غرزة حشو، كذلك فوق كل عمود تنوصلو للعمود الأخير ونبداو تاني الزواقة من جديد. يمكن الدرس راه مفهوم، الا ما فهمتوش ممكن تعاودوا، يعني تعاودوا البدايه من هنا باش تفهموا اكثر. مع الفيديو راه طويل ما يمكنليش نزيد اكثر من هكا. صافي نثبتوها في الغرزه المواليه، نبداو ثاني الخدمه. تحصلوا بهذا الشكل هذا، نتمنى الدرس اليوم يكون واضح ومفهوم. وكما العادة في نهاية كل فيديو ما تنسوش تضعوا لايك وتعليق والاشتراك في القناة. كانت معكم أم سعد عبد الله.